كلنا بنخاف على أولادنا، دايما نقول لهم ما تعملوش، بلاش ده، هتلخبطوا الدنيا، هتكسروا الحاجة. ودي حاجة بتأيدهم جامد جدا، وبتحط ما بين المستقبل وما بينهم حاجز ما بيقدروش يكسروه لما يكبروا، وده بيخلي كمان قدراتهم تضعف وما يبقاش عندهم روح المغامرة في التجربة. طيب، علشان احنا ما نعيش الخوف ده وما نوصلوش لأولادنا، نعمل ايه علشان أولادنا يقدروا يواجهوا المستقبل وهم مش خايفين، fearless؟ ايه الأدوات اللي احنا المفروض نخلي أولادنا متمكنين منها علشان يقدروا يعيشوا الحياة ويواجهوا المستقبل بدون خوف؟ أول أداة الـ ICT، Information and Communications Technology، أو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. الأداة الثانية هي التكامل، Integration. الأداة الثالثة Reading Comprehension، القراءة من أجل الفهم. أداة ثانية هي الـ Creativity، الإبداع. الأداة الرابعة الـ Autonomy، اللي هو استقلالية الفعل والاعتماد على النفس. هنبدأ بأول أداة اللي هي الـ ICT. كم واحد مننا في شغله بيتعطل بسبب إن هو مش عارف يحط لينك في مكانها أو يحط أوديو أو فيديو؟ كم واحد مننا عنده مشكلة في الكمبيوتر بسبب فيروس أو جليتش وبيبص يلاقي نفسه بيتأخر واللي حواليه بيتقدموا عليه علشان هو ما عندوش السكيلز إن هو يتعامل مع مشكلة زي دي؟ كم واحد مننا بيتوه وسط الايميلز بتاعته والسوشيال بلاتفورمز عشان مش عارف ينظمهم ويدي اولويات واحد ورا التاني؟ هل احنا نحب نعرض اولادنا لاحساس زي ده؟ اكيد لا. اولادنا بيتعرفوا على الاي سي تي والتكنولوجيا اللي في حياتهم from cradle of education. هنتكلم عن ثلاث نقط مهمه جدا بالنسبه للاي سي تي: الاجهزه، توظيف التكنولوجيا، الحماية. الأجهزة، الولاد في الكيندر جاردن ستيج بيتعرفوا على الأجهزة في البيت وفي المدرسة وإزاي يستعملوها ويشغلوها. نطلع بعد شوية في الألمنتري ستيج، توظيف التكنولوجيا عشان تسوت their needs، إزاي يستعملوا الأبليكيشنز اللي على الموبايل والسمارت فون أو التابلت، إزاي يخلوا الكالندر بتاعتهم منظمة وقتهم والكويزز والأسايمنت وكل الحاجات اللي في حياتهم وجدولهم والتريننج سيشن بتاعتهم، وكمان الباوربوينت برزنتيشن أو البرزنتيشن سكيلز الولاد بتتعلمه في الألمنتري. نطلع بعد شوية نتكلم عن الحماية، وهي حاجة مهمة جدا إن الولاد تعرف إزاي تحمي نفسها من خطر الإنترنت وخطر التكنولوجيا. الولاد كلهم طول النهار بيصوروا نفسهم ليل نهار في كل الاماكن من غير ما يعرفوا ان الصوره دي لو انا مش قافل البرايفسي سيتنج بتاع اللوكيشن بتاع الصوره قبل ما اطلقها على السوشيال ميديا، اي حد كان لوكيت مي ويحصل مشكله، وبره بيحصل جرائم كتير بسبب حاجه زي كده. اما بالنسبه للكبار شويه، لما يكبروا شويه نقدر نعلي قدراتهم اكبر ونعلمهم ازاي يكون ليهم حضور فعال على الانترنت وليهم صوت، ازاي يعملوا كرييشن ويب سايتس، يعرفوا ايه محتويات الويب سايتس من تكست وفيديوز وايمجز واوثر واديتور، ازاي يعرفوا ايه البروجرامز اللي يستخدموها بحيث ان هي تبقى سريعه، ما يبقاش اللي بيعمل فيزيتنج للبيج بتاعتهم يزهق ويمشي بسرعه يروح على بيج ثانيه، اند سو اون. طيب، هل الاي سي تي التكنولوجي ممكن تساعدنا في الساينس؟ ده اللي هيوضح لنا الموضوع ده، النقطة الجاية اللي هي الانتجريشن. ازاي الاي سي تي ممكن تساعدنا في الساينس؟ دلوقتي عن طريق التكنولوجيا ممكن اصعب واعقد المفاهيم العلمية بتبان بشكل واضح ومباشر بالتكنولوجي، فالساينس ممكن يوضح لنا الموضوع ده بسهولة. طيب، هل الارت ممكن ينفعنا في الهيستوري؟ هل الفن ممكن ينفعنا في التاريخ؟ جزء كبير جدا من التاريخ اتنقل لنا عن طريق الفن.
الحياة الاقتصادية والاجتماعية بتاعت الناس، الحياة العلمية اتعلموا ازاي، الأحداث الكبيرة المتعددة في دول مختلفة، كل ده اتصورت بالبينتينج، بالهيستوري اوف بينتينج، بيقدم الفكر ده. طب هل الهيستوري ممكن يساعدنا في الاركيتكتشر، في الهندسة المعمارية؟ التاريخ بيوصف لنا المراحل المختلفة بتاعة البناء وازاي اتطور وازاي ايه اللي بقى ينفع وايه اللي ما ينفعش والاشكال الهندسية اتطورت ازاي. طيب هل الهندسة ممكن تساعدنا في الفاشن، في الكلوزينج؟ الباترن ميكينج والديزايننج بتاع الهدوم بيبدأ كله بشكل هندسي، وتحديد القماش وما نهدرش ايه وايه اللي نستغله بيبدأ كله بشكل هندسي. طب ازاي اولادنا يتعلموا اهمية الانتجريشن، التكامل، ازاي نخليهم يطبقوا ده؟ في امثلة كتير جدا ازاي اقدر هاو اعمل الانتجريشن. هنذكر مثالين as an example. المثالين دول اول واحد فيهم team integration، ان انا كطالب ممكن اعمل project between two subjects، English project و science project. انا ممكن اكتب essay عن الاوشن وعن كل الحاجات اللي اتعلمتها في الساينس عن الاوشن. طيب النوع الثاني المالتي ديسيبلين انتجريشن. مالتي ديسيبلين معناها اني انا مش بس هاخد حاجتين، لا انا ممكن اخد بقى الانجليش، الاسي اللي هكتبه abiding by the rules بتاعت الجرامر والسبيلنج وكل حاجه عن الساينس عن الاوشن، وكمان اعرض باوربوينت برزنتيشن لل ساينس بتاعي لدرس الاوشن، يبقى كده دخلت الاي سي سي، وكمان ادخل معاهم بوستر، اعمل بوستر تو ديسبلاي شكل الاوشنز واللايرز، وادخل معاه ماس كمان اني انا احسب مثلا الويف لينث بتاع الويف بتاعت الاوشنز. فبكده انا بربط كل الحاجات اللي اتعلمتها في وان بروجكت، ده المالتي ديسيبلين. في نفس الوقت انا بعلم الولاد ازاي كل حاجه في حياتي اعمل بينها انتجريشن، مش معنى اني انا بتعلم افصل التعليم عن حياتي وتطبيقه. ومن هنا النقطة دي هناخدها للريدنج، لاني انا عشان اقدر اعمل الانتجريشن الكامل ده لازم اكون شخص افهم ما اقرأه جيدا. الفهم مش بس اني اتعلم اقرأ القراية، لا انا بتعلم اقرأ الكلام وبعد كده لازم اعرف افهم كويس قوي بعمق اللي انا بقراه. وعشان كده قلة القراية بتصيب الأطفال، قلة فهم ما يقرؤوه بتصيب الأطفال بالإحباط واللو سيلف استيم، وكمان بتأدي الأكاديميك بروبلمز وبيهيفير بروبلمز في الآخر. طيب يبقى أنا المفروض أربي ولادي إني أنا أعلمهم إني أفهم كل حاجة أقراها وأسأل كتير عشان أتكافئ إني أنا بسأل كتير، مش أنا بسأل كتير يبقى أنا أتعاقب عشان أنا بسأل كتير. أهم نقطة في كده. ومن النقطة دي انا ممكن انمي في ولادي القراءه والفهم اللي انا بقراه معاهم في البيت. اجيب الولاد الصغيرين وهما بيقروا ستوريز، لازم اقعد اسالهم طب في طريقه سهله جدا ان انا اتناقش معاهم واشجعهم ايه اللي فهموه قروا. الفايف فينجر ريتيل ستراتيجي. الفايف فينجر ريتيل ستراتيجي سهله وبسيطه وكلنا نعرفها. كل ما الولد يقرا ستوري اساله الكاركترز مين، السيتنج فين حصلت، الايفنت ايه، البروبلم طب كانت ايه، طب السولوشن بقى ايه رايك فيها، كانت كويسه، كانت فعلا مفيده، طب تقدر تغيرها. الطريقه دي طريقه تشجع الولاد على ان هم يقروا ويسالوا ونتناقش مع بعض ونوسع المدارك. اما بالنسبه للكبار في القرايه، الكبار بنحاول نعلب قدراتهم شويه، يبداوا يعملوا انتر اكشن اعمق مع النص، يشوفوا وجهه نظر الكاتب راحه فين، ايه هو قصده، هل هو بيعرض مشكله وحلها، هل هو بيقارن، هل هو بيحاول يقنع القارئ بحاجه، هل القارئ ممكن يتصور شكل تاني للمعلومات اللي هو بيعرضها الكاتب. يبقى في تفاعل ما بين القارئ او الليرنر والنص. لما أولادنا يتعلموا يقروا ويبقى عندهم فضول ويبقى عندهم القدرة على الاستنتاج والتفاعل مع النص ويبقى عندهم القدرة على التكامل، ده هينمي عندهم النقطة اللي هنتكلم عليها بعد كده اللي هي الكرياتيفيتي، الإبداع. الإنسان المبدع
ملوش منافس، لأن هو ببساطة بيعمل حاجة محدش تاني بيعملها. فلما ننمي جوه أولادنا المنافسة هيطلعوا مميزين وهيطلعوا عندهم التميز والنجاح عادة. طب إزاي نقدر ندعم الإبداع ده عند أولادنا؟ الإبداع كلنا عايزين أولادنا توصل لمرحلة الإبداع لأنها حاجة فعلا مختلفة ومميزة. أول حاجة أعملها إني لازم أدي الولاد مساحة للعب والتعبير عن رأيهم بحرية، والفكر بتاعهم يطلعوه في اللعب. واللي يأكد الكلام ده إن جوجل، مؤسسة جوجل، مؤسسة أبل بيوظفوا للموظفين عندهم هناك الأدل أماكن ومساحات شاسعة ومختلفة للعب عشان ينموا قدرات الإبداع عندهم ويلاقوا النتيجة. حاجة من الحاجات الأمثلة اللي احنا بنستعملها إن أنا أنمي الإبداع عند الطفل هي الدراما أو البلاي أو التمثيل، إن أنا أخلي الولاد تتشجع إنها الحاجة اللي بيتعلموها يطبقوها عن طريق البلاي. بالطريقة دي هما بيعبروا عن كل حاجة بفكرهم هما، وبيبقوا involved في learning process بدل ما هما بيبقوا mere observers. فبالطريقة دي بنطلع عندهم السكيلز اللي موجودة فيهم المدفونة، بنفتحها ونطلعها ويقنعوا الآخرين وهم بيبدعوا وهم بيمثلوا الشخصيات المتكررة. طريقة تانية لتدعيم الإبداع هي الصحافة الجورناليزم. لما المتعلم أو الليرنر بيدخل علشان يفك طلاسم الجورناليزم ويعرف الأمور المتعددة فيه، إزاي ينشر، إزاي يكتب من غير ما يسرق من حد حاجة، إزاي يدور ويبحث ويحاول يعرض الفكرة دايما بشكل مختلف، قصة أو شعر أو أحداث أو معلومات هو شايفها مهمة، كل الحاجات دي بتضيف للعملية الإبداعية بتاعته. كمان بيبحث عن طرق لتسويق الحاجة اللي هو عملها، إزاي أنا لما أكتب حاجة أبقى أوصلها للناس، وإيه الحاجة اللي تريجر ذم إن هم يشتروها. هل أنا مثلا ممكن أضيف أتفق مع محل ما أو مكتبة ما إن هي اللي يجي لها بالحاجة اللي أنا شاريها تديله خصم. الأولاد بيخرجوا بأفكار كتير. أولادنا لما يبقى معاهم ICT ولما يبقى معاهم integration ولما يبقى معاهم reading comprehension وcreativity بيقدروا يحققوا حاجة مهمة جدا وهي الأوتونومي، استقلالية الفعل. بيتعود على إن هو دايما بيشتغل، دايما بينجح، دايما بيبقى متميز، وتبقى التميز عنده زي ما قلنا عادة حياتية. في بعض التيبس اللي احنا هنقولها للبارنتس ممكن تعملوها مع أولادكم في البيت علشان تنموا الخمس حاجات دول. أول حاجة الICT، أنا ممكن أطلب من ولادي إن هما يجيبوا صورة معينة، يختاروا صورة حلوة للعيلة كلها ويعملوا لها editing ويطلعوها بشكل مبتكر ومختلف ونفرغها لكل العيلة ونحسسهم هما قد إيه بيعملوا حاجة مختلفة. حاجة تانية الكي هولدر، أنا ممكن أطلب من ولادي يعملوا project في الصيف إن هما يجيبوا الكمبيوتر يعملوا ديزاين لحاجة رسمة لحرف الاسم ويعملوه وينفذوه في مكنة ليزر عند أي حد عنده مكنة ليزر، أو إن هما يجيبوا خشب ويقعدوا ينفذوا بنفسهم حاجة زي كده. وفي حاجة أنا كنت نفذتها مع بنتي وجايبها لكم وأوريها لكم، وهي بإيديها عملت دي، عملت الحرف بتاعها بإيدها، فدي حاجة بتتعمل it's doable. حاجة الانتجريشن ممكن برضو مشروع يبقى في الصيف انهم يقعدوا يتعلموا يعملوا ازاي كرسي او يعملوا مكتبة. كلنا اولادنا بتبقى حاجاتهم مرمية الكتب والكراريس والكلام ده، يقعدوا يعملوا مكتبة بقوانين الجيومتري اللي هم اتعلموها، واحنا ممكن نساعدهم نجيب لهم خشب. موضوع الخشب والمسامير والشاكوش ما بيبقاش حاجة صعبة قوي. الريدنج كومبريهنشن، لازم اخلي الباك جراوند نوليدج بتاعت الولاد دي على تقوى، وده يتم عن طريق ان انا احكي كتير، اتكلم كتير، اخليهم معرضين واكسبوز لمعلومات كتير، تبس صغيره يعرفوها في الحياه عشان ليتر اون لما يجوا يقروا في الكتب عن حاجه يبقى عارف انا عارف دي من قبل كده، ماما حكت لي عليها، بابا قال لي عليها. ده بيساعدهم على ان هم ما يبقوش مخضوضين من العالم اللي جاي بتاعهم.
بتاع the reading comprehension. Reading comprehension. Okay. Creativity. كلنا زي ما قلنا في الأول بنقول لأولادنا لا ما ت... أنا بطلب من ابني حاجة معينة يجي يعملها بشكل مختلف أقول له لا طب وسط الدنيا وانت كسرت وانت دشدشت وانت لخبطت تعملي كده ميس الحاجة دي بتعمل بتحط بارير ما بينهم وما بين الطرق المختلفة في التفكير هو ممكن يعملك الحاجة اللي انت عايزها بشكل مختلف ممكن يغلط ما ترهبوش سيبه يجرب تاني خلي عنده ثقة ان هو لما هيجرب مش هيتعاقب وان هو ممكن يلاقي طريقة تانية افضل ينفذ بيها الشيء لو قعدت تكسر فيه هيبقى دايما هيوقف تفكير وهيوقف محاولات ويبقى دايما مستني اوامر وانت كده بتخلق منه تابع ما بتخلقش منه انسان متميز فلازم we have to allow creativity allow it وفي الآخر برضو الأوتونومي ديليجيت ادوهم تاسكس يعملوها راقبوهم من بعيد ادوا نصايح طياري مش أوامر وامدحوهم لما يعملوا الحاجة الصح لما هو هيقدر انت تديله تاسك وهو يعمله خلاص هو هيبقى عنده استقلالية ويبدأ يعمل حاجته واحدة واحدة لوحده وده هيصب في كل حاجة تانية في حياته سواء علميا او في حياته اليوميه. We want to thank you so much for being with us today and we would like you are welcome to join us in our booth International Schools of Canada for any further information or inquiries. Thank you so much. Thank you.